أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سمعنا أن هيئة كبار العلماء قد منعت من المصالحة على القصاص بأكثر من الدية منعا من المتاجرة فيها. ما هو بصحيح هذا، ما هو بصحيح وكذب على هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء يقولون الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح أحل حراما وحرم حلالا. وأيضا هدبة بن خشرم وجب عليه القصاص، فأراد الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يفتدياه بسبع ديات، دل على أنه الصلح لا حد له، الصلح عن القصاص لا حد له، على مال الصلح على مال لا حد له. نعم، حسب ما يتفقون عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.